دكتور، يعني هذا الإجراء متعب، مؤلم، ثمنه يعتبر باهظ، يعني احنا نتكلم على ما بين 1200 إلى 4200 دولار. الآن في ظل وجود الإبر، إبر التنحيف والثورة الكبيرة اللي عايشينها العالم والاستفادة منها، هل تتوقع هذا الإجراء خلاص رح ينتهي قريبا؟ هلا الإجراء هو بالأصل أبروف من منظمة الصحة العالمية. لا أتوقع أنه يمكن الاستغناء عنه، لأنه كل مريض تتم دراسته ودراسة ملفه الطبي، وأي إجراء لإنقاص الوزن مناسب لحالته. نعم. الإبر مناسب لبعض المرضى، إجراء البول المناسب لبعض المرضى يتم اختيارهم بعناية كمان بعد التقييم والنقاش بين المريض والطبيب. وكذلك الوسائل الجراحية، نحن في بعض الأحيان تكميم المعدة أو تحويل المسار كمان أوقات بكون هي الخيار المناسب للمريض، حسب حالة المريض، حسب مؤشر كتلة الجسم، حسب إذا أجري جراحات سابقة. فلا أتوقع أي إجراء أو أي علاج موجود لإنقاص الوزن أن يغني عن الإجراءات الأخرى، وإنما هي مكملة لبعضها. لهيك نحن دائما ننصح بالتقييم الدقيق، دراسة الملف الطبي لاختيار الإجراء والعلاج المناسب، حتى وقت من اختيار البالون، اختيار البالون المناسب الذي يناسب حالة المريض. المريض ولكل فئة، يعني لكل وزن تحتاج شيء معين أو إجراء معين حسب مؤشر كتلة الجسم.